السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة مكملين في سلسلة الفيديوهات اللي بنعملها عن علم المختبر. الفيديوهات دي هتلاقوها موجودة على القناة في اليوتيوب في قوائم تشغيل كورس التحاليل الطبي. بدأنا الفيديوهات بتحليل الهيماتولوجي، وكان أول تحليل معانا هو السي بي سي، واتفقنا أن عندي تحليل السي بي سي مدرك تحته مجموعة من الاختبارات، خدنا منهم 6 اختبارات موجودين بالتفصيل في القناة. ان شاء الله النهاردة هنكمل الاختبار اللي معانا، وبين كل الاختبارات دي بنعملها مانيوال، وطبعا الاختبارات دي ممكن اعملها اوتوماتيك ولكن انا شغالة مانيوال. طيب الاختبار السابع معانا وهو التوتال كاونت اوف ايزينوفيلز باي كاونتنج. يعني ايه؟ يعني عايز اعمل عد كلي للخلايا الحمضية اللي هي الايزينوفيلز بالحساب. طبعا عارفين ان الايزينوفيلز دي عبارة عن جرانيولوسايت وايت بلاد سيلز او ليكوسايت. طيب انا بعمل التحليل ده ليه؟ علشان انا اكون شاكك ان الشخص ده ممكن يكون مريض بحاجه من الاتنين، يا عنده حساسيه يا عنده او فرط حساسيه، يا اما يكون عنده باراسايت. فلذلك بعمل التحليل ده، ممكن اعمله لوحده انا مش محتاج ان ايه السي بي سي، او انا بعمل السي بي سي في اوتوماتيك فلقيت ان الايزينوفيلز عادي، فانا عايزه اتاكد برضو من العدد ده. طيب المفروض ان عشان اعد الايزينوفيلز لازم احضر له محلول تخفيف مخصص ليه، زي ما حضرنا قبل كده للار بي سيلز كاونت والواي بي سيلز كاونت، برضو هحضر محلول تخفيف للايزينوفيل. طيب المفروض عشان احضر المحلول ده او عشان ابتدي اشتغل لازم احضر المحلول مباشره قبل ما استعمله، بس ممكن كمان احفظ المحلول بتاعنا لمده شهر من غير ما يحصل له اي تلف. طيب بيتكون من ايه بقى محلول التخفيف اللي انا هحضره؟ عبارة عن ايوسين، والايوسين ده عبارة عن 2 جرام لكل 100 ملي، واسيتون ومية. طيب ايه فايدة الايوسين؟ اولا انا باخد 10 ملي من المحلول بتاع او من الايوسين اللي انا حضرته، تمام، وفايدته انه بيصبغ لي حبيبات الايزينوفيل باللون الاحمر او الوردي، زي ما اتفقنا ان هو حمضي فبالتالي بيصبغ الايزينوفيل بايه؟ بلون احمر. الاسيتون باخد منه 10 ملي. طب ايه فايدة الاسيتون؟ الاسيتون فايدته انه هيثبط فعالية المية على الخلايا، وهيزيد مقاومة الخلايا للمية، لان احنا عارفين ان الخلايا ممكن تتأثر بالمية. فالمية اللي انا بستخدمها بستخدم 80 ملي مية. طب فايدة المية ايه؟ انها بتحلل ار بي سيلز. عرفنا طبعا ان وجود الار بي سيلز في المية ممكن تعمل الايه؟ الار بي سيلز رابتشر طبعا، وهيمزق برضو غشاء بتاع الواي بي سيلز. طب انا بشتغل ازاي؟ هضيف 380 مايكرو لتر من محلول التخفيف اللي انا عملته ده او اللي انا حضرته في انبوبه اختبار باستخدام مايكرو بيبت، وهضيف عليه 20 مايكرو لتر من الدم، وبمزج لمده 30 ثانيه. فاكرين طبعا لما انا قلت لكم ان انا ممكن انصف الكميات، يعني هنصف المحلول التخفيف لازم انصف معاه برضو كميه الدم. طب جميل، بعد ما سبته 30 ثانيه هملى التشامبر اللي احنا عارفينها الهيموسايتومتر، واسيبها 30 ثانية في جو رطب لحد ما الخلايا تبتدي ايه؟ تستقر. طبعا هبتدي اعد خلايا الايزينوفيل في التشامبر تحت الميكروسكوب. بحسب ازاي؟ الكالكيوليشن بتاعتنا بجيب ال N او العدد اللي انا عديته تحت الميكروسكوب واضربه في ديليوشن فاكتور على الفوليوم. طيب في نوعين من التشامبرز، في تشامبر اسمه ريزنسال تشامبر، وده بتبقى فيها 16 سكوير، 16 مربع بعد فيها. في الحالة دي هيبقى عندي الحساب مباشرة الان العدد اللي انا عديته واضربها في 6.25 من 100، والنتيجة بتبقى بالسل لكل سنتيمتر في المتر. طيب اللي انا بستخدمها على طول اللي هو النيو باور تشامبر، النيو باور تشامبر فيها 9 سكويرز اللي انا استخدمتها في عد الار بي سيلز والواي بي سيلز، هيبقى على طول ان واضربها في 22.2، والنتيجة بتبقى سل لكل سنتيمتر في المتر. طيب الزيادة بقى المفروض ان انا بعمل العد ليه؟ عشان انا عارف ان في زيادة في الايزينوفيلز. في زيادة بتبقى زيادة مرضية، في زيادة غير مرضية. زيادة مرضية يعني ايه؟ يعني ممكن يكون الشخص ده مريض بأزمة، اكزيما، هيفي فيفرز، كارال فيفر، دروك سنسيتيفيتي، فود سنسيتيفيتي، دول كلهم sensitivity يعني حساسية، او ان الشخص ممكن يكون مصاب بالتهاب ما نتيجة دخول ميكروب او انتجين غريب يعني، او ممكن يكون الشخص ده مصاب بباراسايت انفكشن، عنده اصابة طفيلية،
او ان يكون الشخص ده عنده malignant condition، يعني عنده حالة سرطانية. وطبعا عارفين في malignant condition دي بتعمل disturbance في كل الخلايا عموما. طيب دي كده بالنسبة للزيادة في الحالات المرضية. طب لو في زيادة في الايزينوفيل، الشخص ده مش مريض، ممكن تكون الزيادة دي نتيجة ايه؟ نتيجة ان الشخص ده ممكن يكون مصاب ببيرنس حروق، او يكون post operation يعني بعد عملية جراحية، او يكون عنده acute severe infection عنده اصابة حادة مزمنة، او ان يكون عنده او ان هو بعد التمارين الرياضية يعني after excessive exercises. تمام، كل ده كان بالنسبة لتحليل ايزينوفيل. ان شاء الله المرة الجاية هنبتدي ناخد التحليل الاخر اللي بيبقى موجود تحت SBC او مدرك في الهيماتولوجي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.